الأسرة والتلاحم اللي غادي وكيزيد في النخبة المغربية، ربما كاين حديث ديال الجماهير المغربية، وكنتظر ربما واحد الملف ديال منير الحدادي، ربما هل من أخبار حول هذا الملف وهل ممكن نراه مستقبلا إن شاء الله معنا؟ في قضية الحدادي أنا أولا أتأسف أن يصدر مثل هذا التصرف من مدرب كبير ومن اتحاد كبير جدا كالاتحاد الإسباني، أنه يجيب اللاعب باش يلعبوا 5 دقائق ولا 6 باش يحرموا أنه ما يمشيش يلعب مع بلد آخر اللي هو المغرب. أنا ما كنهضرش على المستوى القانوني، هادشي كيسمح به القانون ديال الفيفا اليوم اللي خصو يتطور، وأنفونتينو واعدني هنا بالرباط أنه غادي يطور هذا القانون، لأنه هو الآخر مقتنع بأن هذا عمل غير مقبول. حدادي إذا من بعد هذه النقاشات مشينا للطاس باش نقولوا بأن السي حدادي اليوم قرر أنه يلعب. ملي مشينا للطاس وكنا في يعني على بعد يومين أو 3 من انعقاد الجلسة، فالطاس قال لك باش يكون القرار نتاعو نهائي في هذا المجال خص لجنة يعني نتاع لي ليسونس، لا كوميسيون دي ليسونس داخل الفيفا تاع العقود تاع اللاعبين تكون صدرات قرار رسمي. رجعنا من جديد لهذه اللجنة، ستتداول في الموضوع في الأيام المقبلة.